اهلا وسهلا فيك، نتشرف بحضرتك. من اي مؤسسه؟ دكتور خالد الرشيد، الامين العام لجمعيه خبراء السياحه العرب. اهلا وسهلا حضرتك، اليوم ضيف شرف معنا ولا متوج؟ انا متوج وفي نفس الوقت ضيف شرف. طب اهلا وسهلا فيك، منورت حفل التتويج الكبير الليله ومنهنيك على وجودك باهم منصه انجازات بالعالم العربي. مثل ما بتعرف عم بتعيش المنطقه العربيه حاله من التوتر على عده اصعده، فشو هو تاثير هاي الحاله على وضع السياحه بشكل عام وعلى مؤسستكم وعلى مؤسسه حضرتكم اكيد بشكل خاص؟ الحقيقه الجميع القطاعات السياحيه والدول تاثرت بالمشاكل والثورات العربيه، ومن الطبيعي أن تأثر جميع الهيئات والمنظمات لأنه غالبيتهم ناس معنيين بالقطاع ولهم علاقات ولهم مصالح، بالذات جمعية خبراء السياحة العربي اللي تضم مستثمرين وبعض العاملين في القطاع ومن لبنان ومصر والدول العربية الأخرى، وهذا بالفعل أثر على حتى على التركيز وعلى إنتاجية بعض الأعضاء، ولكن إن شاء الله أنها نقول سحابة صيف إن شاء الله وحتى حتنزاح إن شاء الله وحيرجع الوضع زي ما كان وأحسن إن شاء الله. شو هي الخطوات اللي أخذتوها لمواكبة هاي الفترة الحرجة والمساهمة بتعزيز السياحة بالمنطقة العربية؟ والله احنا حاولنا تقديم مبادرات لإدارة الأزمات للخروج من الأزمة هذه بأقل الخسائر، وهذا بالنسبة لنا نشوف انه فعلا هدف يعني يستحق العمل عليه. وجودكم اليوم باحتفالية التتويج الكبيرة لقطاع السياحة والضيافة والسفر بيان انه مؤسستكم قامت بإنجازات رائدة، ممكن تطلعون على آخر وأهم هيدي الإنجازات؟ والله احنا عملنا اكثر من مؤتمر صحفي ومن ورشه عمل لبعض التداعيات اللي اثرت على القطاع السياحي وبعض المبادرات للترويج السياحه العربيه في اكثر من منطقه وبعض الدورات التدريبيه وفي اعمال كثيره حقيقه ما تحضرني الان. اهلا وسهلا فيك، شرفت اليوم حفل التتويج، مبروك مقدما ونورتونا. شكرا لك وشكرا للاخوان المنظمين الحفل، واهنيكم على هذا العمل الرائع.